بكم من جديد. تتصاعد قضية يونس عليوي لاعب الباطن المنتقل إلى الشعلة في كواليس لجنة الاحتراف واتحاد كرة القدم. كان ناصر الويدي رئيس نادي الباطن قد هدد باللجوء إلى فيفا في حديثه العربية الأسبوع الماضي فيما تمسك بقية الأطراف بالصمت. من كان يخاطبهم ومن كان يتعامل معهم وكيل مفترض للاعب، رغم أنه الوكيل نفسه مرسل لي الخطاب، هذا مرسل لي الخطاب وهذا الخطاب أمامك، أنه سيكون وكيلا للاعب اعتبارا من 20/9/2014، يعني إلى الآن ما جاء وقت خطاب الوكيل أنه يكون وكيل رسمي له، ولم يخاطبنا لجنة الاحتراف في ذلك، وتمت العملية من أيام وتتم العملية ونحن في يعني لا نعرف عن هذا الموضوع. من الرياض التحق بنا الآن وكيل أعمال اللاعبين عبد الرحمن الخنين، طلب التعليق على هذه الجزئية تحديدا. كنا قد أشرنا بأن كل من ورد اسمه في حديث ناصر الويدي له حق الرد، والآن استقبله من الرياض. عبد الرحمن أهلا بك معنا، تعليقك على ما قاله ناصر الويدي الأسبوع الماضي. هلا أخي بتال، أول شيء صب عليك صب على الأخوة المتابعين. طبعا رئيس النادي الباطن أظهر جزء من الحقيقة ولم يظهر الحقيقة كاملة. أنا عندي طبعا عقد وكالة مع اللاعب يبدأ في 20 أبريل 2014، هذا اللي هو، أنا إذا تسمح لي بس أوريك، هذا هو العقد بشكل كامل. نعم إذا ممكن تشوفه. أي العقد يوضح أنه في 20/4/2014 يبدأ. بعد ذلك أنا أرسلت خطاب اللي هو خطاب إشعار فقط، أنا أشعرت النادي فقط بأني أنا وكيل اللاعب، حصل هناك فيه خطأ مطبعي في الخطاب وتم تداركه، وارسلت خطاب اخر الى نادي الباطن رئيس اداره نادي الباطن. التاريخ بدا 20/4 دخلت 20/9 والحقتها بخطاب اخر تصحيح اذا تشوفه في 20/4، واشعرت رئيس النادي انه الخطاب السابق حدث فيه خطا، ارجو تصحيح المعلومه، وهذا هو الخطاب طبعا. وكذلك هذه صوره من استلام نادي الباطن للخطاب اللي هو التقرير الفاكس اللي هو استلام بالتاريخ واليوم، وانه اوكي الخطاب وصلهم. انا استغرب من رئيس نادي الباطن انه ما اظهر الخطاب الثاني، لكن هذا انا ما يعنيني، انا يعنيني الاجراءات القانونيه والنظاميه اللي اتخذناها في حق اللاعب. اللاعب تم تحويله من قبل النادي الى لاعب هاوي. بعد ذلك طلبنا اعاده احترافه بموجب اللائحه. للأسف أنه رئيس نادي الباطن اتصل فيني في بداية رمضان يحاول يعني يتناقش معي على أساس موضوع تجديد عقد اللاعب، وأنا طلبت منه أنه يرسل لي خطاب رسمي بذلك، وللأسف أنه ما أرسل. بعد ذلك سلم اللاعب خطاب اللي هو عدم المانع في الانتقال. إذا أنت تعطي اللاعب بهالقيمة كما يقول هو أنه اللاعب عنده عدة عروض وقيمته بالملايين، كيف تعطيه خطاب مثل هذا أنك ما تمانع أنه ينتقل لأي نادي؟ لا أول خطاب اللاعب طالب احتراف، هو قال في حديثنا مو ممانعة، هو قال أنه متى ما توفر لك عرض ليس لدينا مانع، يعني لفتح باب النقاش. لا 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 اخوي، هذا الخطاب قدامي ممكن تشوفه، انه لا مانع من الانتقال الى اي نادي اخر، هذا الخطاب قدامك ممكن تشوفه. إيه بس الخطاب موجه للاعب، مو للنادي الثاني ولا لجنة الاحتراف. اوكي انت بما ان اللاعب الان طالب احتراف، انت ما تتعامل مع لاعب هاوي، انت الان اللاعب مقدم طلب احتراف، معناته في ثلاث حلول، يا انك انت يقعد الثلاثة شهور هذه ما ترد عليه وبعدين يصبح اللاعب حر. جميل. أو أنت تقدم له عرض، أو أنك أنت ترد بخطاب سلبي يسقط حقك في اللاعب. وهذا جميل. اللي صار. أنت الآن لما أعطيت اللاعب خطاب أنه هو لا مانع لديكم من انتقاله إلى أي نادي آخر، معناته أنت أسقطت حقك. كيف تجي الطالب الآن في وضع اللاعب وتقول إجراءات غير نظامية؟ إحنا استخدمنا جميع اللوائح والأنظمة التي نصت عليها لجنة الاحتراف في عملية انتقال اللاعب. جميل. غير كذا احنا ما استخدمنا اي حيلة او طريقة. طيب. ولذلك احنا الان نستفسر من الذي احضر الوظيفة للاعب؟ من الذي اشار على اللاعب بالوظيفة؟ اليس هو النادي؟ من اقنع اللاعب عندما رفض اللاعب انه يتوظف وهو لاعب محترف؟ من اقنع اللاعب بان هذا لا اعتراض فيه مع لائحة الاحتراف او عقدك الاحترافي؟ اليس هو رئيس النادي؟ طيب. وكذلك امين عام النادي، الا يتحملون المسؤولية في ذلك؟
جميل. طيب عبد الرحمن شكرا على هالتوضيحات، خدت حقك وافي وكافي في التوضيح مثل ما كان ناصر الهويدي. عندنا استعداد للمضي في هذه القضية في الأطراف الأخرى إذا كانت أيضا لديها توضيحات قادمة. شكرا عبد الرحمن الخاين وكيل أعمال اللاعبين، شكرا لك. في قرار جري يحدث للمرة الأولى في المشاريع الرياضية في البلاد، قرر الأمير عبد الله بن مساعد الرئيس العام لرعاية الشباب سحب مشروع منشأة نادي الرائد من الشركة المنفذة لعدم تقيدها بالمواعيد. هناك ذهبنا لمشاهدة ما تم. في الشهر نفسه من العامين الماضيين زارت العربية منشأة نادي الرائد تحت التنفيذ، وفي كل مرة الحال كما هي، لا يتقدم المشروع خطوة والحال لا تسر، وطابور الانتظار ينصهر أمام قائمة المواعيد الطويلة. اليوم كان الموعد الثالث لتسليم المشروع، والحال هي الحال، ما دعا وزير الشباب والرياضة الجديد إلى قرار جريء تمثل في سحب المشروع من الشركة السابقة ووضعه على جدول المناقصات في سباق جديد بين الشركات. هنا تطوف كاميرا في المرمى على جنبات المشروع المعطل منذ أعوام، الأعمدة شاخصة شاهدة على الحدث، وهوية المشروع مفقودة لم تفصح عنها القواعد الإسمنتية التي طمست الرياح بعض ملامحها. هنا تطوف الكاميرا حول الأسوار الافتراضية للمنشأة، يرسمها الخيال فقط، لا شيء يذكر. ماذا كانوا يفعلون طوال السنوات الماضية؟ السؤال يقودنا إلى مكاتب مهندسي المشروع بحثا عن الإجابة. لا أحد هنا، فقط محاسب الشركة الصينية التي تولت المشروع من الباطن من طرف شركة محلية. ما في أحد هنا؟ لا موجود الإدارة. طيب الحين هو يفترض المشروع يتسلم اليوم، بس أيوة ما أيوة. في شيء والله الأمور الحدية مع المسؤولين بالرياض، سواء بشركة الطيب أو الشركة الصينية. الشركة الصينية أنتم تبع مين طيب؟ أنا تبع الشركة الصينية. تبع الشركة الصينية. كم لها الشركة الصينية ماسك المشروع؟ من بداية المشروع سنتين. من البداية. طيب ما في أي على اللوحة، ما في باين إنه في شركة صينية مسؤولة؟ نحن مش من أول التنفيذ. يعني أنتوا في الباطن. نحن من أول الباطن. ها. من أول التنفيذ الشركات الطائرة. طيب إيش المشاكل؟ ليش ما تم المشروع يعني؟ أنا لا ألاحظ إنه بس الأعمدة، ليش وش المشكلة؟ المشكلة بقى في أمور بين الإدارتين. طيب أنت عندك خبر إنه انسحب المشروع الحين؟ والله أنا أسمع. أنا أسمع. ما جاكم خبر إنكم تفصلوا الموقع؟ لا ما عندنا شيء. طيب كم أنا ما أشوف في عمالة، كم المشروع متوقف؟ شيء حوالي 4 شهور. قرار الرئيس العام لرعاية الشباب بسحب المشروع من الشركة المحلية التي سلمته لنظيرتها الصينية كان قرارا جريئا لا شك. دعمه وفد مثل نادي الرائد أمام الوزير الجديد للشباب والرياضة، وهنا القصة كاملة. كيف يديرون هذه المنشآت؟ يعني نادي الرائد هو اللي يتواصل مع شركة الكهرباء، نادي الرائد يتواصل مع شركة المياه، نادي الرائد يتواصل مع المسؤولين في الدوائر الحكومية الأخرى، يعني ما في تنسيق بين الدوائر الحكومية أبدا. يعني مشروع في هذه التكلفة ومكلف على الدولة هذه التكاليف 80 مليون تقريبا، يعني ما في أي منسق، ما في أي أحد يدير هذا المشروع بالدوائر الحكومية، جهات رعاية الشباب للدوائر الحكومية والتنسيق معها تقريبا 2.5 كما أو 3 سنوات أخرى لهذا المشروع. وهذا يعتبر نادي الرائد خسارة كبيرة. نادي الرائد الآن يمر بضائقة مالية، نادي الرائد الآن عنده منشأة قديمة لا يمكن أن تستمر لسنوات قادمة.
كثيرة هي المشاريع المتعطلة في قطاع الشباب والرياضة، وتحتاج إلى أكثر من قرار جريء ينفض عنها غبار الانتظار الممل. الرائد دفع الثمن في المرتين، في الانتظار وفي الرد، ولكن قصته تفتح آفاقا جديدة للأندية ذات المنشآت المماثلة. وهذه أخبارنا القصيرة قبل الوداع. أكد الأمير مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة دعمه لنادي اتحاد جدة في دوري أبطال آسيا وحضوره لمباراة الإياب في دوري الثمانية أمام العين الإماراتي في ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة الثلاثاء المقبل. وقع أهلي جدة رسميا مع اللاعب اليوناني أمير كردي الذي يحمل ثبوتات سعودية تؤهله للعب كمواطن، واشترط الأهلي موافقة اتحاد الكرة على أوراق اللاعب ليصبح لاعبا محليا. قرر الأمير عبدالله بن مساعد الرئيس العام لرعاية الشباب تشكيل لجنة من 5 من رؤساء أندية الدرجة الثانية لدراسة أوضاعها وأبرز المعوقات والصعوبات التي تواجهها. زارت لجنة مكونة من رابطة دوري المحترفين والإدارة الهندسية بمكتب رعاية الشباب استاذ نادي الخليج لتحديد إمكانيات لاعب مباريات دوري عبد اللطيف جميل عليه في الموسم الجاري. أعلن المركز الإعلامي للأهلي استمرار الأمير فهد بن خالد برئاسة النادي وتأجيل استقالته التي تقدم بها. الموسم السعودي بدأ بتنافس خارج الملعب، ولكنه تنافس جميل في المدرجات. حتى الآن الاتحاد يتصدر بجماهيره في المباريات المحلية. لقطة ختام بلمسة عبد الرحمن العروان. أنا ألقاكم.